بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نحل مع بعض في بداية اليونت التانية. احنا هنا هنغير شوية، هنسيب اليونت الأولانية، هنحاول نحل في اليونت التانية. احنا خلصت شرح الجزء الأولاني، هحل عليه وبعدين أبقى أحل برضه أكمل حل في اليونت الأولانية تاني، من باب إن احنا نكسب وقت يعني. طيب دلوقتي هنفتح صفحة 103. All the following statements are from characteristics of muscular cells. كل دي مواصفات المسكلر سيلز ما عدا حاجة من دول مش تبع المسل سيلز. جذر اتش اذر تو فورم نير فايبر، هي دي اول واحده باينه خالص. يعني ايه علاقه النير فايبر بالماسل سيل؟ فاكيد طبعا هي الاجابه هتبقى هي دي. هاف ذا ابيليتي تو كونتراكت تو ريلاكس، ماشي. ار نيسيسري تو بيرفورم فيريس اكتيفيتي، يعني ضروري انها تكون فيريس اكتيفيتي وفانكشن، ماشي. بت مينتين البوستشر اوف ذا بودي، وضع الجسم سواء قاعد او واقف، اكيد طبعا هي الاجابه اول واحده. سوري، طيب نروح للصفحة اللي بعديها. From the principle of biology, evolution of the living organism, that each type of living organism is originated from other pre-existing living organism and simpler in its structure. يعني مبادئ تطور في علم البيولوجي، في علم الكائنات الحية، إن كل كائن جاي من كائن تاني. And simpler in its structure. Simpler in its structure، يعني أبسط منه في التركيب. Who is a scientist stated the principle of cell theory discovery. طبعا اللي اتكلم عن مبدا سيل سيري دوت هو العالم فيرشو. لما تراجع فيرشو هتلاقي ان هو قال الكلام دوت، راجع جزء الشرح. من مبادئ السيل سيري هو ايه؟ ان كل الليفنج سيل هاف نيوكلاي، ان كل ليفنج سيل كونتين اورجانيلز، ان ذا سيل از ستراكشر يونت اوف ليفنج اورجانيزم. ايوه دي صح، ايوه. هما ثلاث مبادئ، ان السيل هي الستراكشر بيلدينج يونت، ان كل البلانتس والانيمال كل ليفنج اورجانيزم بتتكون من سيلز، وان اي سيل جاي من بري اكزيستنج سيل. طيب نروح ليه بعد كده. لو الماجنيفيكيشن باور بتاع الاوكيولار لينس 20 اكس والاوبجكتيف لينس 100 اكس، يبقى الايمج بتاعت هتبقى ايه؟ طبعا 20 لما تيجي تضربها في 100 هيطلع لك 2000. احنا قلنا اللايت مايكروسكوب اخره انه يكبر 1500، اكتر من كده السرعه تبقى ايه؟ ان كلير. طيب يبقى ليه عرفت منين ضربت ال 20%؟ اهو 20 باي 100 هيطلع لك، طبعا ده اقل اكبر بكتير، تمام. اكبر بكتير من 1500. طيب to examine the types of white blood cells by light microscope it is preferred that its imaging power is، عشان تختبر نوع الوايت بلاد سيلز بلايت ميكروسكوب لازم اكبر عينه كام. لو طلعت فوق كده هتلاقيه كاتب لك هنا ان الوايت بلاد سيلز اهي متكبره 1000 مره، تمام. فيبقى طبعا هتشوف كده 10 في 100 هتبقى ايه؟ 1000 مره. طيب الاوبجكت فيجر الستريت اميشن تو اكزامين اسبيسمنت اوف بلانت تيشو، الطريقه اللي قدامك هو ازاي بيعملوا البلانت تيشو، ازاي بيفحصوا عينه البلانت تيشو بلايت ميكروسكوب. افتر ادينج دروب اوف ايودين، حطوا نقطه من الايودين عشان يصبغوا العينه، كفر حطوا عليها كفر سليب اللي هي بتاع بلاستيكه كده، ويز سيرتن انجل اشورنس فيجر. هم طبعا بيحطوا الكفر سليب دي بسيرتن انجل عشان يمنعوا الاير بابلز، يقللوا وجود الاير بابلز. يعني دي المفروض ان احنا في الشرح قلناها. العلاقه بين النمبر اوف سيلز اللي بتظهر بلايت ميكروسكوب والماجنيفيكيشن بار بتاع اليوز لينسز از، العلاقه بين عدد الخلايا اللي بلايت ميكروسكوب وقوه التكبير بتاعت اليوز لينس. طبعا العلاقه دي انفيرسلي، ليه؟ كل ما تكبر اكتر، انت دلوقتي جايب لو ريزوليوشن من فوق خالص، فشايف كل الخلايا قدامك، شايف عدد خلايا كبير قوي، كل ما تقرب وتعمل زوم بتشوف حاجات اقل او عدد خلايا اقل، بالظبط زي الكاميرا، لما تفتح الكاميرا من ورا خالص تبعد ورا خالص بقى شايف كل الناس. كل ما تعمل زوم اكتر يعني تكبر اكتر تبص لان تشوف ناس اكتر وناس اقل، انت كبرت اكتر بس شفت ناس اقل، اذا العلاقه بينهم انفيرسلي. هنخش بعد كده في المالتيبل تشويز. السيل بتاعت الاستومك تيشو ار ديفرنت ان ايتش اوف ذا فولوينج اكسبت، خلايا الاستومك بتبقى مختلفه في ايه؟ في مختلفه في كله ما عدا حاجه مش مختلفه فيها، الشيب، ماشي، الفانكشن، يعني هم شايفين في الشيب، في الفانكشن، في البريزنس اوف نيوكلياي، السايز. خلايا التيشو هي مختلفه في كل ده ما عدا حاجه متشابهه فيها.
السؤال غبي قوي يعني، ما تقول من سيميلر ما عدا حاجه، وكاتب هنا ان هي مختلفه في كل ما عدا ايه، ما عدا حاجه واحده بس متشابهين فيها. متشابهين في ايه؟ متشابهين في وجود النيوكلياي، دول كلهم عندهم نيوكليس. طيب لكن اكيد الخلايا دي كلها ممكن تكون مختلفة في الشيب، مختلفة في الوظيفة، مختلفة في الحجم، لكن في النهاية هتكون ايه، عمرها ما تختلف انها فيها نيوكليس، كلهم فيهم نيوكليس. طيب the length of the nerve cell is due to طول النيرف سيل طويلة ليه؟ عشان هي gathering with other to form nerve bundle، مش ده السبب. gathering with each other to form muscle bundle، برضو دي مالهاش علاقة. بتنقل النيرف امبلس تو لونج ديستنس، هي دي باينة خالص ان هي يعني الاخيرة كونتراكت ولاكس بتاعت المصل. هنا اكس واي، اكس واي، هل اكس سباينال كورد وواي ده توز صباع، ولا هل اكس ده طبعا ليجز وبرين؟ هو طبعا عمر الليج ما هيبقى له علاقه بالبرين، الاي والهاند ملهاش علاقه ببعض، الانتستين والبرين ده دي لو بالاستبعاد هتختار اول واحده سباينال كورد والصباع طبعا، يعني حتى لو الباقيين تستبعدهم ما لهمش علاقه ببعض. طيب ايه من دول ممكن يبقى بيخص البكتيريا؟ من دول تبع البكتيريا، البكتيريا طبعا من كائنات اليونيسيلر وحجمها صغير جدا. طيب هل اليونيسيلر، هي طبعا يونيسيلر يبقى الاجابه يا بي يا سي، لانها وحيد الخليه، يا بي يا سي. طيب السايز بتاعها فيري سمول، خلاص يبقى هي يونيسيلر وحجمها صغير. طيب هروح بعد كده هنا جايب لك خلايا الكورك تيشو. الفيجر اللي قدامك ده بيوضح الكورك تيشو ان سلايت اوف ذيس انسر ذا ساينتست هو كود سي ذا فيجر ات ذا فيرست تايم، اللي طبعا شاف الكورك كلير دي طبعا روبرت هوك، هو اللي درسها واكتشف السيل فيها. طيب فان ليفن هوك مين في دول اللي قدر يشوفها؟ اكيد طبعا فان ليفن هوك عشان يبص في الميكروسكوب، هو طبعا المفروض كان جاب الحاجه دي تبع روبرت هوك الصراحه مش فان ليفن هوك يعني. فطبعا دي بلانت سيل، دي انيمال سيل، ما لحقش يشوف الحاجات دي، دي ماسل سيلز، هو طبعا شاف البوكسز دي، بس المفروض كان اختار العالم ده روبرت هوك هو اللي شاف الكلام ده. It can be seen this figure by using ممكن اشوف الصور دي كومباوند لايت ميكروسكوب، سيمبل ميكروسكوب، سكاننج الكترون ميكروسكوب، ترانسميشن الكترون ميكروسكوب. ممكن اشوف الخلايا دي بايه؟ عادي الخلايا دي ممكن اشوفها بال هو كده كومبايد لايت والسيمبل ميكروسكوب. ده بيتكلم على الفيجر، ديس فيجر محدد واحده بس. شاف دي بايه؟ بسيمبل ميكروسكوب طبعا. انا طبعا بحاول اشوف هو عايز كلهم ولا عايز واحده بس، لا بقول لك شاف ذيس فيجر، ذيس فيجر اللي احنا بنتكلم عنها الولد شافها بايه؟ بالسيمبل ميكروسكوب اللي عمله، الحاجات دي ما كانتش لسه طلعت. الساينس هو كود سي ذا باراميسيوم، الباراميسيوم ده كائن من الكائنات اللي بتتحرك، دي مايكروسكوبيك اورجانيزمز. وذ ماجنيفيكيشن باور مي بي اب تو 180 تايمز، طبعا كان فان ليفن هوك هو اللي اكتشف عالم المايكروسكوبيك اورجانيزمز. طيب الرسمه اللي قدامك دي بتاعت الاميبا، مين الميكروسكوب اللي قدر يشوفها؟ هو الاولاني دوت المفروض ان ده بتاع روبرت هوك، التاني ده بتاع فان ليفن هوك، فالاجابه هتبقى ده هو اللي قدر يشوف الاميبا والكائنات اللي هي الايه اللي تحت الميكروسكوب. رقم 8 from the origin of the life series is the spontaneous generation theory، بيقول لك من من منشأ اللايف سيريز من نظريه اللي هي الحياه is the spontaneous generation theory، نظريه الايه spontaneous generation او الخلق الايه التلقائي. طيب that held the living organisms could arise suddenly and spontaneously، ان اي كائن حي ممكن يطلع كده فجاه وتلقائي، from any non living matter، من اي ماده كده معينه، اي ماده غير حيه تروح كده مفرقعه ومطلعه كائن حي. through your study of the cell theory، من خلال دراستك للسيل سيري، this is not agree with the principle that stated by طبعا فيرشو. ليه؟ فيرشو قال مفيش حاجه اسمها نظريه خلق تلقائي، كل خليه جايه من خليه موجوده قبل كده، يعني لازم يكون في خليه تطلع منها خليه، انما الكائن يطلع كده من العدم او يطلع من اي حاجه ثانيه كده تلقائيه مفيش الكلام ده عندنا. طيب العالم اللي stated each of 1 and 2 and 3 in the opposite figure having the same building unit، طبعا العالم اللي قال ان كل البلانت تيشو، كل البلانت هي بتتكون من سيلز، طبعا اكيد احنا عندك شلايدن خد لو انت فاكر قال ان كل البلانتس بتتكون من سيلز. طيب الرسمه اللي قدامك دي بتوضح معاهده مبادئ السيل سيري،
مين العالم اللي اكتشف ده؟ طبعا هنا عايز ده انيمال وده انيمال، كل الانيمال بتتكون من سيل. ده جفان، جفان عالم جفان هو اللي قال ان كل الانيمال بتتكون من سيلز. راجع برضو جزء الشرح، كل الانيمالز مصنوعه من سيلز. الفاك ديسكفرد، ما هي نفس الكلام طبعا اللي عاملها ايه؟ جفان، تيودور جفان. كل الخلايا جايه من بري اكزيستنج ليفنج اورجانيزم، ده بتاع فيرشو. والسيل هي البيزنج فانكشن يونت اوف اول ليفنج اورجانيزم. ويتش ستيتمنت از كوركت؟ كل الخلايا جايه من بري اكزيستنج سيل، صح، ان السيل هي البيزنج فانكشن يونت اوف اول ليفنج اورجانيزم. طبعا الاثنين صح، الاثنين صح، هم بدل السيل سير تمام، الاثنين صح وما لهمش علاقه، الاثنين من بدل السيل سيري، والاولى اكتشفها فيرشو. خد بالك، بص هي الجمله الاولى تنفع طبعا، تو ستمنت ار فروم ذا برنسبل اوف سيل سيري، حلو. الاثنين سيل ما لهمش علاقه ببعض، والثانيه بتاعت شوان لا طبعا. التو ستيتمنت من مبادئ السيل سيري تمام، يعني عايز اقول لك من مبادئ السيل يعني صح ومبادئ السيل سيري. والواحد اول واحده اكتشفها في الشو هي دي اصح على فكره، يعني ايه صح وسي صح، بس انا ممكن اختار سي على اعتبار ان هي فيها معلومه زياده انه اللي اكتشفها في الشو تمام. بس طبعا المفروض ما يعملش كده، ما يرخمش يعني ويجيب حاجتين صح جدا كده عشان انت تختار اول واحده وتروح ايه واقع في الغلط يعني. مين من الفولوينج از نوت فروم ذا برنسبل اوف سيل سيري؟ مين من اللي قدامك ده مش مبادئ السيل سيري؟ ان كل ليفنج اورجانيزم مصنوعه من سيلز، من سيل اور مور يعني خليه او اكتر. ان نيو سيل كان ريبليس ذا دامج سيل، ماشي. ان البيوكاريوتيك اورجانيزم ار اوريجينيتد فروم كومبلكس، انا ما خدتش حاجه عن البروكاريوت خالص يعني، الجمله دي غريبه عليا. ان الاورجان داز اتس فانكشن اف ذا سيل بيرفورمز ان اكشن، طبعا لانه وحده السيل هي اليونت اوف البيلدنج يونت والفانكشنال يونت، يعني الاورجن يقوم بوظيفته لما السيل تعمل الوظيفه دي، وان اي سيل بتجدد الجديده ايوه عشان اي خليه جايه من خليه موجوده قبل كده، وان كل الكائنات معموله من سيل. الثلاثه دول صح ما عدا اللي في النص دي اللي هي سي دي، غريبه علينا شويه. تو يوز لايت مايكروسكوب فور اوبتيننج ا كلير ايمج، عشان استخدم لايت مايكروسكوب في الحصول على صوره واضحه. الماجنيفيكيشن باور كان بي، طبعا بتيجي تضرب دول 5 في 4 ب 20 يعني دي تطلع 2000، مش هتنفع طبعا. 4 في 4 ب 16 يعني هيطلع 1600، برضو مش هتنفع عشان اكتر من 1500. 12 في 100 ب 1200 دي تنفع. 3 في 6 ب 18 يعني 1800، طبعا كل دول غلط عشان اكتر من 1500، الوحيده اللي صح هي بي. طبعا قلنا لازم يكون اقل، لازم يكون اخره 1500. student want to examine some plants by using the light microscope. At the beginning he obtained figure number 1، الصورة كانت كده. He made a certain examination and obtained، يعني عمل فحص معين وحصل على الفيجر نمبر 2 as shown in the following figure، يعني حصل على رسمة شاف الشكل تاني. What has student done to obtain the figure number 2؟ واضح ان هو استخدم صبغة لان الرسمة غمقت شوية وبقت أوضح، والنيوكليس مصبوغة جامد اهي، لو دققت تلاقي النيوكليس اتصبغت. He added dye to the specimen، صح كده، وحط صبغة عليها. هي اد ديسل دوتر؟ لا طبعا. اد اسايل الكحول؟ لا. استخدم لينس وزهاير ماجنيفيكيشن باور؟ لا طبعا. هي الاجابه الصحيحه رقم لتر اي. مين من الاوبجكتيف لينس بروفايد ذا جريتست ديبس اوف فيلد؟ مين من الاوبجكتيف لينس تديك اعمق فيلد؟ جريتست، اكبر حاجه، اكبر عمق للفيلد، اكبر حاجه يبقى اللو باور. انا دلوقتي السؤال غريب شويه طبعا وعايز حد يدقق فيه عشان يعرف، انت عايز تجيب اكبر فيلد قدامك يبقى استخدم عدسه لو باور عشان تقدر تشوف كل المساحه اللي قدامك تمام. بس فدي لو باور. انما طبعا لو قدمت قوي، لو استخدمت هاي باور مش هتشوف حاجه كبيره، هتشوف انت كده بتعمل زوم قوي فمش هتشوف ايه كل الفيلد قدامك، هتشوف نقطه معينه او حته معينه. The different white blood cells can be distinguished by using compound microscope. على فكره compound microscope اللي هو light microscope عندنا، هو بنسميه compound microscope. Through each of the following except ممكن افرقهم بفرق بين الوايت بلاد سيلز باستخدام الميكروسكوب بتاعنا بكل الحاجات دي ما عدا حاجه من دول ما تنفعش. استخدام الضاي، استخدام الضاي دي صح. changing the power of light، تغيير الباور بتاعت اللايت ممكن. استخدام الفيكيشن باور ايكوال الف تايم دي صح. استخدام ماجنيفيكيشن باور ايكوال 2500 دي طبعا غلط. ليه؟ لان الماجنيفيكيشن باور طبعا 2500 اكتر من 1500. نروح لرقم 18. Which graph illustrates the relation between number of cells that appear when examining an onion plant tissue and the magnification power of the lenses used in the light microscope؟ يعني ايه؟ ودلوقتي بقول لك عايز انهي جراف من دول يوضح العلاقه بين عدد الخلايا
والماجنيفيكيشن باور. طبعا اكيد كل ما زي سالناه ورا كل ما تزود الماجنيفيكيشن باور عدد الخلايا هيقل. ليه؟ انت رجعت ورا بتستخدم بلو باور شايف كل الخلايا، كل ما تعمل زوم اكتر تشوف عدد الخلايا اقل، في العلاقه بينهم انفيرسلي. تمام. طيب الكومباوند مايكروسكوب از يوز تو، اللايت مايكروسكوب كمان مايكروسكوب بيستخدم ليه؟ تو سي ذا سبيسمنز وذ ريل ايمج. اكيد لا طبعا، لو اشوفها بنفس حجمها الطبيعي تبقى انا استخدم الميكروسكوب ليه؟ عشان اشوف العين اصغر. اكيد لا. تو سي ذا سبيسمنز لارجر ذان اتس سايز، طبعا عشان اشوفها اكبر من حجمها. عشان اسي كونتنت اوف ذا نيوكليس، لا طبعا عمر الميكروسكوب ده ما يجيب لي محتويات النيوكليس اصلا، ده انا عايز الكترون ميكروسكوب عشان اشوف محتويات النيوكليس. ستودنت وونت تو فيو ذا سيل اندر ذا ميكروسكوب ات ا توتال ماجنيفيكيشن 400 اكس، يعني عايز اشوفها 400 مره. لو الاوبجكتيف كان 40 يبقى نعمل ديفايد المره دي بقى، هو التوتال مديها لك ايه؟ لما يديك التوتال ومديك واحده من الاوبجكتيف، يعني اوبجكتيف او الاوكيلر، تعمل ايه؟ تعمل ديفايد، تعمل 400 على 40 هيطلع لك 10. فين ال 10؟ ايه 10 اكس. طيب when examining a slice of onion under microscope the magnification power of the used microscope to be seen the genetic material reaches about ايه؟ بيقول لك عشان تشوف سلايس من الاونيون تحت الميكروسكوب قوه التكبير بتاعت الميكروسكوب عشان تشوف، بص خلي بالك عشان تشوف الجينيتك ماتيريال. تمام. ميكروسكوب طبعا اكيد لازم عشان اشوف الجينيتك ماتيريال اللي هي الدي ان ايه، يبقى انا محتاج اشوف النيوكليس واخش جوه النيوكليس كمان اشوف الدي ان ايه، ده انا محتاج كده 1 مليون، محتاج الكترون ميكروسكوب. طيب which of the following can be seen by light microscope، مين في دول اقدر اشوفه باستخدام اللايت ميكروسكوب؟ بكتيريال سيل ممكن، النيوكليير بول بتاع البلانت سيل، هل اقدر اشوف النيوكليس والنيوكليير بول بتاعها؟ طبعا اكيد دي غلط. الانترنال ستراكشر بتاع الميتوكوندريا، ده وانا عايز اخش جوه السيل واشوف الميتوكوندريا والتركيب بتاعها، طبعا ده ما ينفعش. الفيروس طبعا حاجه صغيره جدا ما اقدرش اشوفها، الحاجه الوحيده اللي اقدر اشوفها هي خلايا البكتيريا. ايتش اوف ذا فولوينج هاز ا رول ان ماجنيفيكيشن ماجنيفاينج ذا سبيسمن العينه تو 1 مليون تايم from its real size except، يعني كل الحاجات اللي انا اقول لك دي ليها دور في تكبير العينه مليون مره ما عدا ايه؟ الشورت ويف لينس اكيد ليه دور طبعا، وجود الالكترونيك باندل ويز هاي سبيد اكيد طبعا فيد من الالكترونات محتاجه عشان دي بيستخدم مع الكتروماجنتيك لينس، طبعا وجود الكتروماجنتيك لينس طبعا معايا ثانيه. بريزنس اوف فلورسنت سكرين، بص السكرين ما هي الا جهاز عرض بيعرض الصوره لكن ملوش دور في كوت التكبير، فكل ده ليه دور في تكبير 1 مليون ما عدا اخر واحد. researcher examined a specimen containing red blood cell to study the component of them in the case of sickle cell anemia. يعني واحد باحث عايز يشوف شكل كرات الدم الحمراء في مريض عنده مرض انيميا الخلايا المنجليه. طبعا مرض انيميا الخلايا المنجليه على جنب كده، هو المفروض اصلا شكل الريد بلاد سيل بتاعنا بيبقى مدور كده، لكن الناس المريضه دي بيبقى عندهم الريد بلاد سيل بتاعتهم بتبقى معوجه كده شكل سيكل شيبد كده. فهو طبعا الكلام ده مش انت مش محتاجه في حاجه، بس انا بحاول افهمك يعني. طيب فبيقول لك بقى هو استخدم ميكروسكوب الماجنيفيكيشن باور بتاعته 8900 اكس مره. ايه نوع الميكروسكوب اللي استخدمه ده؟ هو عايز يشوف السيرفيس بتاعها، او ده جاب 8900 عايز يشوف شكلها. ف هشوف هو عايز يدرس اهو ذا كومبوننت اوف ذم، عايز يشوف الايه عايز اشوف المحتويات بتاعتهم عشان اشوف المحتويات. و 8900 دي لو طلعت فوق ورجعت للكتاب المعاصر حتى كمان هتشوف ان هو يقدر يستخدم ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. تمام. انا عايز اشوف الكومبوننت بتاعت الريد بلاد سيل. تمام. الماجنيفيكيشن باور بتاع الالكترون مايكروسكوب ريتشز ا مليون تايم while that of the light microscope reaches 1500 times. This is because a speed of light is more than electron. لا طبعا. The wavelength بتاعت اللايت shorter. لا طبعا. The wavelength بتاعت الالكترون shorter than the light. ايوه دي صح، انه الالكترون بيعتمد على shorter wavelength، الموجات القصيره بتخترق العين اكتر وتدي صوره اوضح، انما اللايت مايكروسكوب لا. الرايبونيوكليك اسيد اللي هو الار ان اي ايمج اندر الميكروسكوب از كاركترايزد باي بينج ايه؟ طبعا رايبونيوكليك اسيد، صوره الرايبونيوكليك اسيد طبعا عشان اشوف انا الار ان ايه ده حاجه جوه النيوكلي جوه السيل، حاجه صغيره جدا، يبقى انا محتاج صوره هايلي ماجنيفايد هايلي كونتراستد. ليه؟ محتاج اشوفها بالالكترون مايكروسكوب. السكاننج الكترون مايكروسكوب بيعتمد في شغله على بيمو في الكترون طبعا عشان ده تبع الالكترون مايكروسكوب.
The best method to see the condensed chromosome in the chromatin network is used to عشان اشوف شكل الكوندنسد كروموسوم. يعني انا محتاج اخش جوه النيوكليس، محتاج ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. When studying the surface of white blood cell عشان سطح الوايت بلاد سيلز it is used طبعا سكاننج الكترون مايكروسكوب بقوه 3500 اكس. اهي دي الجزئيه اهي. طيب in the biochemical research new bases على فكره السؤال ده يساعدك في حل السؤال اللي ورا ده اللي هو كان هنا ان هو استخدم 8900. شوف 8900 دي مع الترانسميشن، لكن عشان كده ما رضيتش اختارها هنا. هنا في السؤال بقى بص جاب لك اهو السكاننج مع 3500 صح، لان انا هنا محتاج عشان ادرس السطح السيرفس. احنا قلنا السيرفس ما بيستخدموش ترانسميشن، بيستخدموا السكاننج بالقوه دي مش الترانسميشن، ده عشان ادرس المحتويات اللي جوه. طيب in the biochemical researches new basics appear to determine the degree of relevance and relationship between organisms through the determination of arrangement and sequence of nucleotide in the nucleic acid DNA depending on that the scientists use the كل ده رغي. هو عايز يقول لك الاسس الجديده عشان تحدد درجه التطور والعلاقه بين الكائنات كان من خلال دراسه ترتيب النيوكليوتايد جوه الدي ان اي. يعني ادرس الدي ان اي واشوف الحروف اللي هي الاي والتي والسي والجي ترتيبهم ايه واقارنهم مع بعض. طب انا عشان ادرس الدي ان اي والحروف دي كلها يبقى انا محتاج حاجه توصل لجوه السيل، جوه النيوكليس، جوه الكروموسوم، جوه الدي ان اي وتجيب لي ترتيب، يبقى انا محتاج ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. The light microscope is distinguished from the electron microscope in that اللايت بفرقه عن الالكترون في ايه؟ ان اللايت عنده هاير ماجنيفيكيشن؟ لا. اللايت بيدي ايمج ويز مور اكيوريت ديتيلز؟ لا. اللايت بيدي تشانس تو سي ذا تيشو؟ ان اللايت مايكروسكوب جيف ايمج ايكوال تو سايز اوف ايمج سبيسمن. بص يعني اللايت مايكروسكوب عنده هاير ماجنيفيكيشن؟ لا طبعا. ان اللايت مايكروسكوب بيدي ايمج ويز مور اكيوريت ديتيلز؟ لا. ان اللايت مايكروسكوب بيدي صوره ان انا اشوف فرصه ان انا اشوف العينه؟ هي ممكن دي. ان اللايت مايكروسكوب بيدي ايمج ايكوال للسايت تو ايمج اوف سبيسمنت؟ لا طبعا. هي صح واحده، ان اللايت بيدي فرصه ان انا اشوف التيشو الانسجه من بره مش بيخش جواها. ان التاني دقيق بيخترق جوه قوي فبيخلينا نشوف العينات من جوه اكتر. مين من الجراف ده بيوضح العلاقه بين الكونتراست والويف لينز؟ طيب انا عشان ازود الكونتراست محتاج شورتر ويف لينز. شورتر ويف لينز علاقه بينهم ايه؟ انفرسلي. تمام كده احنا خلصنا جزء الايه الاسئله اللي هي اللي مش محلوله في بدايه الكتاب المعاصر، والجزء الثاني اللي هو الاسئله اللي تشوز. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هكمل فيه الاسئله ديت، وبعدين يبقى ناخد جزء من الايه من اليونت القديمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.